زخم كبير وزخم كذلك نضالي في قضايا مدنية كبير. تصرفوا اللي تعرض له المجتمع المدني كسائر المدن في المغرب، عطى واحد انتكاسة كبيرة للجمعيات كما ممكن ما كاينه هنايا كما كاينه في كنوز واحدة أخرى. العديد من الجمعيات اللي كاينه أصلا وما كتلقاهاش على أرض الواقع، العديد من الجمعيات اللي هي موجودة وما كتخدمش على أهدافها، على واقعنا هذا ما نحتاجوش نهربوا منه. كما ممكن تاخذوا الأداء ديال الممارسة السياسية على الأحزاب فعرفتها من المجتمع المدني، كذلك المجتمع المدني عنده مشاكله الآن وعنده سلبياته إلى غير ذلك. عدد ديال الجمعيات بما فيهم لا ديالنا ولا قامت بواحد المجهود كبير داخل المدينة ديال القصر الكبير وقدمت واحد الخدمات جديدة، ولهذا هاد الآفة هي بقى الآن موجودة كما رحمة الله سبحانه وتعالى هي زائلة، ولكن خاصنا كفعالية المجتمع المدني وكهيئات سياسية وجميع الأنواع أنها تكون وتقدم خدمات للمواطنين وتبحث كيفاش تقدم خدمات للمواطنين. حنا الآن بالنسبة للقطاع ديال الصناعة التقليدية الملتمس ديالي هو الانفتاح على الجمعيات النسائية، الانفتاح على النساء بشكل عام، حتى إذا ما كانوش مثلا جمعيات نسائية من خارج هذه الجمعيات اللي ديجا كاينة، ربما غادي تعطي واحد الإضافة مهمة، وبالتالي ما كيبقاوش النساء هو مجرد ذاك الاحتياطي الانتخابي حتى نهار الانتخابات حتى نحتاج منهم، بل خصهم يلعبوا الدور ديالهم أيضا فوق العادة العمل بشكل عام في المجتمع المدني وأيضا في علاقة مع ما هو السياسي. أبو القاسم لطفي المنسق المحلي ديال هذه الخطوة هذه اللي هي إشراك المجتمع المدني الذي يدور في حزب الأسرى والمعاصرة العملية ديال الاستشارة في القرارات السياسية أو وكذلك في التشاور معه حول الأداء السياسي للحزب. إذا قلت باش نعرفوا السياق العام ديال هذا وأنه في حزب الأسرى المعاصرة القيادة ديال حزب الأسرى المعاصرة على المستوى الوطني تلقت في الخطوة ديال إشراك الجمعيات المدنية التي تدور في فلك الحزب أنها تقوم في علاقة معها بعملية التشاور وطرح المشاكل والمشاكل الحقيقية اللي كتعيشها الجمعيات والاراء ديالها حول الاداء ديال الحزب في الاداء السياسي ديالو الى غير ذلك. اذا تلقت الخطوه بهذه الخطوط العريضه وبهذه العناوين العريضه. اذا فعلا الامانه المحليه او الامانه الاقليميه ديال اقليم العرائش تلقت الخطوه الاسابيع الماضيه بمدينة العرائش بحضور واحد العدد ديال الجماعات منها جماعة العرائش القصر الكبير والساحات إلى غير ذلك من الجماعات اللي حضرت معنا في إطار عملية ديال تعبئة لهذه الخطوة وتأسيس شبكات على صعيد كل جماعة تأسيس شبكات ديال الجمعيات القريبة أو المتعاطفة أو المنضوية تحت لواء حزب الأصالة والمعاصرة. شكرا وسلام نيوز على هذه الفرصة. وفاء عشا رئيسة جمعية مبادرات نسائية بمدينة العرائش. هذه بادرة طيبة إيجابية جدا لحزب الأصالة والمعاصرة اللي الهدف منها هو التنسيق ما بين الفاعل السياسي من جهه والفاعل الجمعوي من جهه اخرى، وذلك من اجل خلق عمل مشترك اللي كيخدم بالاساس المواطنين والمواطنات. كانت عندي واحد الملاحظه ربما وهو يجب اشراك الاكبر للنساء على اعتبار انه بشكل عام الاهميه
والإضافة اللي ممكن يضيفوا هذا العمل. مع الأسف أنه ما كانش حضور كبير للجمعيات النسائية، وهذا نقطة يجب الانتباه لها، لأنه كيفما كيخفى على لا يخفى على الجميع أهمية العمل النسائي والدور اللي يمكن يلعبوه النساء في أيضا، سواء في العمل القرب مع المواطنات والمواطنين، خاصة وأنه المبدأين ديال المساواة والمناصفة هما مبدأين دستوريين، ولكن تنشوفوا بأنه مع الأسف لازالت سواء المشاركة السياسية للنساء ولا المشاركة في العمل الاجتماعي لازالت لم ترقى إلى مستوى تجسيد هذا المبدأين على أرض الواقع.